اذهب من هنا، اذهب، انت قذر. مياو مياو. ها لولي، مرحبا يا سيدتي، انظري الى هذا، لقد تفتحت. الزهور جميلة جدا هذه السنة. إنها بالفعل جميلة. يقولون إني ولدت يوم تفتحت هذه الزهرة. آه، إذن فاليوم هو عيد ميلادك. ما هو عيد الميلاد؟ نطلقه على اليوم الذي نولد فيه. وميلادي يوم تفتح هذه الزهرة؟ نعم، صحيح. وستذكرنا هذه الزهرة بعيد ميلادك العام القادم أيضا. نعم. حسنا يا لولي، ما رأيك أن تعودي في الساعة الثالثة لتناول الشاي؟ سأعد لك مفاجأة. سنة حلوة يا لولي، سنة حلوة يا لولي، سنة حلوة يا لولي. حسنا، لنرى ترى ما الهدية التي تناسبها. سأذهب إلى البلدة لأشتري لها هدية. كلما صغرت أسقط أرضا. ماذا أفعل الآن؟ لن أتمكن من الذهاب لشراء الهدية وأنا صغيرة. نعم. هي، هل أنت هنا يا سيد بيغورن هوكن؟ هل أستطيع أن أطلب منك خدمة؟ سيدة هوكن، دام دي فا لا خنصر. استغفر، لماذا أنا أستطيع أن أخدمك؟ أريد أن أطلب منك أن حسنا، فهمت، هيا بنا جميعا. تم في ف لا خسر. ماذا سنستخدم للشعر يا سيدة ملعقة؟ نعم، لدي فكرة رائعة. خذني إلى ثعلب في الغابة، أسرع. لا يريد عظمة كبيرة. ألا تستطيع أن تسرع أكثر من ذلك؟ أنت دائما وسيم يا ثعلب، أنت أجمل حيوان في الغابة يا ثعلب، الأذنان منتصبتان، الأنف طويل، الفم دقيق، العينان محددتان، الجسم رشيق، السيقان نحيلة. لا أستطيع مقاومة التأمل فيك، لكن ما بال ذيلك، كل الأجزاء الثانية رائعة. أشعر طويل جدا، أفكر. حسنا، يستحسن أن تقصه قليلا، سيبدو أجمل على ما أعتقد. صحيح. إني أحمل معي مقصا. نعم، سوف أقص شعر ذيلك الآن. ماذا؟ الآن ذيلك هكذا. أنت لا تعرفني لأنك ما زلت صغيرا، لقد فزت بالجائزة الأولى بين خبراء تجميل الحيوانات، لقد برعت بشكل خاص في تقليم أذيال الثعالب. صحيح. أ
أسرع يا بوبي، ستأتي لولي بعد قليل. استدر إلى اليسار، سنسلك طريقا مختصرا. عيد ميلاد سعيد يا لولي. سنة حلوة يا لولي، سنة حلوة يا لولي، سنة حلوة يا لولي، سنة حلوة يا لولي. والآن أطفئ الشموع بنفس واحد، فهمتي؟ هذه هدية عيد ميلادك منا جميعا. آه يا إلهي، دمية جميلة. هذه رائحة، نعم تشبه رائحة الثعلب. هناك من يتحدث عني، أنا أجمل حيوان في الغابة. أتش أتش